احنا بصفتي انا شخصيا كنحتفل يومين بعيد المرأة سورتو بالام ديالي. الحمد لله انا ما محتاجينش لواحد النهار بالضبط اكزاكتومون خصنا نحتفلوا به، حنا ديما محتفلين بالام الحمد لله. وبالنسبه لد المسيره اللي يديروها ان شاء الله، انا ماشي كونتر وماشي مع دونك دوك الناس اللي يديروا ديك المسيره، هذيك حريه خاصه ديالهم، وواحد الميساج واحد الرساله بغينا نوصلوها على ود المرأة، سواء أمهم سواء مرتهم سواء أختهم. المرأة كنحتفلوا بها طول السنة وماشي غير هذا النهار هذا، لأن القرآن اللي هو الدستور ديالنا ديال نتاع المغاربة وديال الأمة العربية والإسلامية كيعترف بالمرأة وعندها المساواة مع الرجل. وفي النطاق البلاد ديالنا الدستور المغربي كيعترف بالمرأة لأنها متساوية مع الرجل. كنحتفل بالعالم اليوم العالمي للمرأة حيت أنا عندي والدة وكنبغي نعطيها واحد شوية ديال الوقت بالنهار ديالها باش تحس هي باللي راه عندها قيمة ديالها. نحتفل بها كل عام، تنحتفل بمرتي ديما في 8 مارس كل عام تنحتفل بها، تندي لها الورد من المحل من هنايا. أعز حاجة عندي أحسن شيء هي مرتي. كنحتفل بعيد المرأة، جا نهار 8 مارس كل سنة كنحتفل به. كنجيب الهدية للزوجة ديالي والأم ديالي والأخت ديالي، وكنطلب من جميع الرجال يديروا هذا النهار بعين الاعتبار ويحتفلوا به كباقي الأعياد. كنحتفلوا بالأعياد اللي أعياد رسمية، أما عيد الحب عيد المرأة أعياد أخرى ما عمرنا هذيك زعما كاين بعض المرات اللي كيدوز عيد المرأة ولا عيد الحب وما كنسيقوش ليه حنا الكبار. طبيعتنا حنا المغاربه هادشي ما متداولش عندنا بزاف، عندنا اعياد اللي رسميه، عيد الكبير، عيد الفطر، عيد المولد، هادو اعياد اللي كنحتفلوا ما كنحتفلش خاص اصلا ما عندهاش تاريخ. انا بالنسبه لي ما عارفش التاريخ ديالها، والوالده بالنسبه لي راه كنحتفل بها كل نهار، كل 365 يوم ديال العام راه كنحتفل بها.